بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه اللقاءات في وقفات مع آيات الصيام مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتنا المستمعين الكرام، ونختم الحديث عن سورة القدر، هذه السورة العظيمة، بالحديث أو السؤال حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. فضيلة الشيخ، وبينتم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يخصها بمزيد اجتهاد عن أول الشهر، وقد جاء وصف حالته صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر بأنه إذا دخلت هذه العشر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، ومعنى ذلك أنه كان يزيد في هذه العشر من الأعمال الصالحة، خصوصا في الليل، كان يحيي الليل بالصلاة والعبادة ويطيل الصلاة فيها أكثر من غيرها، وكذلك كان يخص هذه العشر المباركة بالاعتكاف، وهو المكث في المسجد ليلا ونهارا، فلا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ثم يرجع إلى معتكفه عليه الصلاة والسلام، ويشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة والخلوة بربه عز وجل. ومما كان يخص به هذه العشر الأواخر أنه كان يتحرى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، لما تبين له أنها ترجى في هذه العشر الأواخر، كان صلى الله عليه وسلم يزيد في اجتهاده في هذه العشر طلبا لليلة القدر. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الشهر كله، وفي العشر الأواخر بالذات، وكل عمره صلى الله عليه وسلم وكل حياته كانت عبادة لله، كانت في العمل للإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، وفي نفع المسلمين، تعليمهم، وفي الغزو والجهاد في سبيل الله. ولكنه في هذه العشر كان يتفرغ من هذه الأعمال ويقبل على الله سبحانه وتعالى، مما يدل على مزية هذه العشر المباركة، لأنها ختام الشهر، ولأنها الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن يزيد في اجتهاده في هذه العشر، خصوصا صلاة الليل
والتهجد والقيام. وكان السلف على هذه السنة النبوية كانوا يطيلون الصلاة في العشر الأواخر من آخر الليل حتى يخشوا أن يفوتهم السحور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على هؤلاء البطالين الذين يدعون العلم في زماننا هذا ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص العشر بصلاة زائدة عن صلاة أول الشهر، فإن الأحاديث صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام لياليها أو لا ينام معظم لياليها، فبماذا كان يشتغل إلا بصلاة الليل والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وأيضا السلف الصالح مشهور عنهم من أحوالهم أنهم كانوا يحيون هذه الليالي ويتأخرون في القيام، يعني يمددون القيام ويطيلون القيام حتى يخشوا أن يفوتهم السحور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وصيتكم للمسلم في ختام هذا الشهر الكريم؟ وصيتنا لأنفسنا ولكل مسلم في ختام هذا الشهر الكريم توبة إلى الله عز وجل وحسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم، فمن كان محسنا من أول الشهر فليتوج إحسانه بالاجتهاد في هذه العشر والإكثار من عبادة الله جل وعلا فيها، ليكون ذلك زيادة خير له. ومن كان متكاسلا في أول الشهر أو كان منشغلا عن القيام مع المسلمين فعليه أن يستدرك هذه العشر ويجتهد فيها، لعل الله أن يعوضه عما فات ويختم له بخير الخاتمة. ومن كان مذنبا ومسيئا ومفرطا ومنشغلا بالمخالفات والمعاصي وملذات النفس فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله، فإن الله يقبل التوبة ممن تاب. وهذا الشهر شهر الاعتاق من النار، فالاعتاق يدل على أن هناك من استحقوا النار استوجبوا النار، فإذا تابوا إلى الله عز وجل تاب عليهم واعتقهم من النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يناسب هنا الحديث عن صدقة الفطر فضيلة الشيخ، بما أننا تكلمنا عن العشر الأواخر وانتهاء رمضان، فهل حدثتم الإخوان المستمعين عن هذه الفريضة العظيمة؟ صدقة الفطر هي من جملة الأعمال التي يختم بها الشهر، فإن الشهر يختم بالأعمال الصالحة من التكبير، قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك صدقة الفطر فإنها تشرع في ختام الشهر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولعله يأتي حديث مستفيض عنها لأنها تحتاج إلى حلقة كاملة لبيان أحكامها وما يختص بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذن ماذا عن التكبير، كيفيته شيخ، ومتى يبدأ؟ التكبير يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد. نعم. وينتهي بصلاة العيد، وصفته أن يقول الله أكبر
الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويكرر هذا من حين يثبت دخول هلال شوال من أول الليل إلى آخره، إلى أن يخرج لصلاة العيد، وإلى أن يحضر الإمام، فيكرر هذا الذكر في المسجد، في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات، يكرره لأنه مأمور به في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا يرد سؤال حول التكبير الجماعي، شيخ حكمه؟ تكبير كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح أن كل شخص يكبر لنفسه ويذكر الله جل وعلا بنفسه، وأما التكبير الجماعي فهذا بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هذا من سمة الصوفية وأصحاب الإنشاد والأناشيد، وإلا فإن التكبير الذي شرعه الله لعباده وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن جماعيا، ما كانوا يجتمعون ويكبرون بصوت واحد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتكبير مشروع مستحب، وأما هذه الصفة التي أحدثوها وهي التكبير الجماعي فهذه بدعة إضافية أضافوها من عند أنفسهم، وإلا فالمشروع أن كل مسلم يكبر ويرفع صوته بالتكبير بدون أن يرتبط بجماعة يكبر معهم بصوت واحد، أو أن واحدا يكبر والبقية يتابعونه، كل هذا من الصفات المحدثة المبتدعة، والبدعة مردودة ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فالواجب على من ابتلوا بهذه البدعة أن يتوبوا إلى الله منها وأن يرجعوا إلى الحق والصواب، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل، وأن لا يأخذهم التقليد الأعمى تأخذهم العزة بالإثم فيصروا على هذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما إذا كان هذا في المساجد، فإن المساجد يجب أن تصان عن البدع وعن المحدثات، وأن تكون لعبادة الله العبادة المشروعة التي جاء بها الكتاب والسنة، هذا الذي تعمر به بيوت الله، ولا تعمر بالبدع والمحدثات والأصوات الجماعية. نعم، أجزل الله لكم المثوبة ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في نهايتها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل، هذه تحية من زميلنا عبد الله عريف الذي سجل لكم هذه الحلقة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.